قريت برضه زي الكوتش الابيض بتلبس على اي حاجه، ويعني كنت بمثل مع هنا كتير والناس بتحب ده كتير، في ناس كتير نفسي اشتغل معاهم حقيقي والله انا شفتها بشكل ايجابي يعني عشان كان عندي في سنه كده تجربه مع ناس جديده اول مره امثل معاهم، يعني كنت بمثل مع هنا كتير والناس بتحب ده كتير، بس كان في تجربه مع جميله فيلم ومع منى شلبي مع روبي السنه فاتت، فكان تمام يعني اللي هو حسيتها كويسه مش حاجه وحشه. اقول لك حاجه في الموضوع ده مهمه جدا، هو في دورين بيبقى مكتوبين ازاي والممثلين بيضيفوا ليهم ايه، فالحدوته بتتحب والشخصيات بتتحب وهكذا وهكذا وهكذا. ناس كتير نفسي اشتغل معاهم حقيقي يعني، ناس كتير جدا نفسي اشتغل معاهم. اسماء جلال عملت معاها مشهد في عروستي، انا حابب اشتغل معاها حاجه اكبر يعني، وناس كتير اكيد لما اشتغل معاهم حتى حاجه صغيره هحس بده. الناس اكيد اتكلمت عن انا وهنا كتير يعني، فاكيد دي بالنسبه لي حاجه بقت واضحه خلاص. اتمنى يبقى موجود ده برضو مع ناس تانية وتفضل انا وهنا بشتغل مع بعض يعني.